السلسلة الصوتية للعلوم الإدارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة أعزائي المستمعين. نعود إليكم مجددا عبر السلسلة الصوتية للعلوم الإدارية في حلقة لنتناول فيها مفهوم الريادة الاجتماعية والإبداع الاجتماعي. وقبل ما ندخل في مفهوم الريادة الاجتماعية أو الإبداع الاجتماعي، أطرح عليكم بس قصة مختصرة سريعة جدا عن مؤسس هذا المبدأ وهذا المفهوم، وهو البروفيسور محمد يونس. محمد يونس من رجال العصاميون اللي لهم قصة يعني على مدار 30 عام مع الفقراء الحقيقة في بنغلاديش. استطاع هذا الرجل بعصاميته وبإحساسه ومسؤوليته تجاه مجتمعه وتجاه الفقراء أن يؤسس بنك رامين. بنك رامين فكرته هو بنك للفقراء، ويمول الفقراء ويحول الفقراء من معدمين في المجتمع مهمشين إلى أفراد مؤثرين في المجتمع، صانعين للتنمية وللنهضة، ولهم دور كبير في المجتمع. محمد يونس كان يذهب إلى البنوك العالمية ويقول لهم نحن نحتاج أن نمول الفقراء ونحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع من غير ضمانات مالية. طبعا البنوك كانت تضحك في ذلك الوقت. لم ييأس محمد يونس، بل استطاع تأصيل مفهوم المايكرو فاينانس اللي هو التمويل الجزئي وتمويل الفقراء بمبالغ جدا رمزية، وهي 30 دولار لشراء بعض الأدوات اللي تساعدهم في الإنتاج الزراعي في بعض الحرف. وهذا ما حدث بالفعل. الآن وبعد السنوات الطويلة، بنك رامين استطاع أنه يعني يمول ما يقارب 6 مليون مقترض، أكثر من 90% منهم من النساء. والبعض يتساءل عن مسألة القروض والفوائد وأرباح هذا البنك، كيف يجني أرباحه؟ فوائد القروض في بنك رامين تصل إلى 10% على قروض المشروعات المدرة للدخل، يعني اللي عنده مشروع صغير وحب أنه يأخذ تمويل كتمويل أفراد، يعني هذا يحسب عليه 10%. هنالك 8% على قروض الإسكان، و5% على قروض الطلاب، ولا شيء على قروض الأعضاء المكافحين اللي هم الفقراء لأنهم مساهمين ومدخرين في هذا البنك. هذه باختصار قصة مؤسس هذا المفهوم محمد يونس، واللي يعتبر عالم من أعلام الريادة الاجتماعية على مستوى العالم، كرم وأخذ جائزة نوبل للسلام، وهو يستحق الحقيقة بذلك أكثر من مسألة تكريم. الإحساس بالمسؤولية وحل مشكلة المجتمع سوار ومعصم لا ينفصلان أبدا في مفهوم الريادة الاجتماعية. مفهوم الريادة الاجتماعية أو تعريفه عرف بأكثر من حقيقة صورة. الصورة الأولى بأن المشاريع الاجتماعية هي أي مشروع يقوم بالإنتاج أو بيع السلع والخدمات من أجل إيجاد الدخل الذي يضمن تحقيق أهداف اجتماعية وبيئية يحتاجها أفراد المجتمع بالدرجة الأولى. هناك تعريف آخر يقول أن المشروع الاجتماعي يقوم على نموذج الأعمال أو ما يسمى business model لمواجهة القضايا الاجتماعية وخلق التغيير الاجتماعي. صياغة كده بسيطة جدا، يعني أنك تسوي عمل خيري ولكن بمفهوم رجال الأعمال، بمفهوم البزنس، من أجل تحقيق الاستدامة. يعني بدل ما نقول والله لله يا محسنين نعمل جمعية خيرية، ونقول لله يا محسنين لا، كيف نخليها تستديم، كيف نجد لها مصدر دخل، كيف نديرها بطريقة رجال الأعمال. ولكن من هو الرائد الاجتماعي؟ الرائد الاجتماعي هو الشخص الذي يعي المشكلات الاجتماعية ويقوم باستخدام قواعد وأصول الريادة في ابتكار وتنظيم وإدارة المشاريع لإحداث التغيير الاجتماعي. هم الرائد الاجتماعي دائما يا أخوان هو مشكلات المجتمع. رجل يبحث عن مشكلات، إيش هي مشكلاتنا في المواصلات، في النظافة، في الصحة، في التعليم. رجل همه يحول المشكلة إلى فرصة استثمارية يمكن تطويرها. الريادة الاجتماعية مفهوم اقترن كثيرا بالمساهمة في بناء المجتمعات، يعني أن المشاريع الريادية في هذا المجال تضع الأولوية دوما للأهداف الاجتماعية، كما تشرك أفراد المجتمع في بناء المنظمة وتحقيق رسالتها. هنالك نقطة أخرى أيضا تندرج تحت مسألة المساهمة في بناء المجتمعات، وهي أن المشاريع الاجتماعية تعد أيضا مفتاحا رئيسيا في بناء المجتمعات المتكاملة والصحية، علاوة على خلق الفرص الوظيفية غير موجودة في السوق وتمكين المنظمات الغير ربحية من الاستمرار في خدماتها.
وإحنا دائما نتساءل إن المنظمات الغير ربحية تحاول دائما اكتشاف مشاريع جديدة، لماذا؟ زي ما ذكرنا، بدل ما نفتح جمعية خيرية ونجمع التبرعات طول السنة ونستعطف الناس، الفكرة قائمة على بعض النقاط. من ضمن هذه النقاط إيجاد الدخل الذي بدوره يعزز الخدمات والبرامج المقدمة. نقطة أخرى وهي الاستدامة والتنوع في مصادر التمويل. نقطة أيضا ثالثة، إيجاد مخرجات ومكاسب اجتماعية وثقافية وبيئية. أيضا تحقيق الرسالة، رسالة المنظمة ورسالة المشروع الخيري بشكل فاعل. من الأمثلة على مشاريع الريادة الاجتماعية إنشاء مركز تعليمي لمحل أمية في مثلا القرى النائية، مركز صحي للأطفال حديثي الولادة، المراكز الشبابية تعد أيضا من مشاريع الريادة الاجتماعية، مشاريع إعادة التدوير الريسايكلينج ممكن تكون بشكل مصغر في الأحياء كمراكز صغيرة، مركز تعليمي متنقل للأطفال في القرى النائية أيضا، مساعدة كبار السن أو العجز. هذه كلها يا أخواننا مشاريع تخدم الحقيقة المجتمع وتسهم بشكل كبير في حل المشكلات التي احنا نعاني منها. في فوائد مترتبة على هذا النوع من المشاريع، يعني مثل ما ذكرنا في السابق، وتقليل الاعتماد على المنح والتمويل الحكومي، بناء منظمات أيضا عدة تقوم على المفهوم أو على مفهوم العمل المؤسسي، كذلك الاعتماد على الذات والتنظيم المبني على الاستدامة. انتشار ثقافة العمل الريادي، في إحصائية تقول أنه الغالبية العظمى 89% من المشاريع الاجتماعية في المناطق الحضارية، يعني ليست بس فقط في المناطق النائية، أحيانا تكون حتى في المدن، هذا في أوروبا، في بريطانيا، في بعض الدول مثل كندا. معظم المؤسسات الاجتماعية في المملكة المتحدة تعمل في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية بنسبة حوالي 33%، وتتمثل معظمها في الرعاية النهارية ورعاية الأطفال وكذلك التوجيه، فضلا عن خدمات الإسكان. أيضا من الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان إنه لمن هذه المشاريع الاجتماعية؟ من يعني ممكن أن يستفيد من هذه المشاريع؟ هذه المشاريع جعلت في الحقيقة لأولئك المهمشين من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الناس اللي تشوفوهم في الأحياء الفقيرة، ممكن إنه إحنا نشركهم في هذه المشاريع من أجل يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. ومثال أيضا ذلك، غير الـ الـ الأفراد اللي هم في الأحياء الفقيرة، هناك المعاقين، هناك سكان القرى النائية، العاطلين على العمل. هذه فرص تخلقها الريادة الاجتماعية، خلقها هذا المفهوم. في مقولة مشهورة لأحد رواد برضو الريادة الاجتماعية، جيف سكول، وهو متخصص في هذا المجال، يقول: أنا أعتقد أن الريادة الاجتماعية ستكون القوة الأكثر تأثيرا في العالم خلال 100 عام المقبلة، وهي النقلة النوعية الكبرى التي ستغير طريقة الحياة التي نعيشها. بمعنى آخر، إنه إلى متى نعتمد على الدولة؟ إلى متى يجب على الدولة أن تعلم وأن تكسي وأن تزوج وأن توظف؟ لابد أن نشارك ونبادر ونساهم في بناء المجتمع، لابد أن نستشعر دورنا الكبير في هذا البناء، ويكون لنا دور فاعل، دور حقيقي من أجل خلق التغيير الاجتماعي. لا أود أن أطيل عليكم، هذه الحلقة سردناها لكم باختصار عن مفهوم الريادة الاجتماعية والإبداع الاجتماعي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون وافية وكافية في الشرح وفي التفصيل. إذا كان لديكم أي استفسارات، أتمنى أن تتواصلوا معي على الإيميل الموجود أمامكم. شكرا لكم ولحسن الإصغاء. هذا محدثكم شادي باداود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة الصوتية للعلوم الإدارية.